ورغم تضارب المعلومات التي تطال أعداد الشاحنات المستهدفة في المكمل ومحتواها، لكن الإجماع يتمثل بضربة إسرائيلية أخرى ساخنة لإيران خلال أقل من 48 ساعة، حيث استهدفت طائرات مسيرة قافلة شاحنات في منطقة واقعة تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية في المكمل شرقي سوريا بعد عبورها من العراق، ولم يتضح بعد من يقف وراء الهجوم. العدد المرجح للشاحنات المدمرة 6 من أصل 25 شاحنة استهدفت بثلاث غارات بالمسيرات، والتي تقول مصادر سورية إن الشاحنات تحمل في الغالب أسلحة لإمداد ميليشيات إيران، كون تأثير الانفجار بعد الضربة كان كبيرا. القافلة كانت قادمة من إيران مرورا بالعراق وبحماية الميليشيات الموالية لإيران كحزب الله العراقي وفقا للمصادر السورية. وعند توجه تلك القافلات إلى سوريا وعبورها بحماية الحرس الثوري وميليشياته هناك، توقفت الشاحنات في قرية الهربي في البوكمال السورية، وهناك تم استهدافها بالمسيرات. للتذكير مشاهدين، معبر القائم يوصف الممر الإيراني الذي يؤدي إلى سوريا ولبنان ويشهد كثافة عالية من عمليات تهريب الأسلحة وأيضا مواد البنية التحتية لإنتاجها وتجميعها على الأراضي اللبنانية والسورية.